بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأجنة. ثيرويد جلاند، الغدة الدرقية، موضوع خطير جدا، مهم جدا، ظريف جدا. ثيرويد جلاند يا جماعة وزنها حوالي 25 جرام، وهي في الفيميل أتقل منها في الفيميل. ثيرويد جلاند في الفيميل أكبر منها في الميل. دي أكبر إندوكراين جلاند إن ذا بودي، أكبر إندوكراين جلاند إن ذا بودي. موجودة فين؟ زي ما أنت شايف، موجودة في الفرونت وعلى السايد أوف ذا نيك، أهي مكان الثيرويد أهي، أهي على الفرونت وعلى السايد اوف ذا نيك. هايلي فاسكولار اندوكراين جلاند، هنعرف من البلاد سبلاي بتاعها دلوقتي. بتطلع هرمون الثيروكسين هرمون وثيروكالسيوتينين هرمون اللي هم مسؤولين عن الميتابوليزم اندوكروس. لكن هذه الهرمونات علشان تتكون لابد من وجود اليود، ايودين، لازم اليود يبقى موجود لان ده اساسي لتكوين هذه الهرمونات. اوف ذا ثيرويد جلاند. شكل الثيرويد جلاند عامل زي شكل الفراشه، بتر فلاي. ليها اتنين لاترال لوب، واحد يمين والتاني شمال، واصلين مع بعضهم في المنتصف بصت حاجه اسمها اسمس. اتنين لاترال لوب بينهم من بعضهم اسمس. على الاسمس موجود الهرم، موجود الهرم. شوف الاهرامات، حتى اهرامات مصر يا جماعه موجوده في الناس كلها. شوف البيراميد اهو، اهراماتك يا مصر موجوده حتى هنا في شوف حتى في هنا. بيراميد اللوب فص عامل زي الهرم. هذا البيراميد اللوب موجود على الابر بوردر، كونكتد بالهايويد بول، كونكتد بالهايويد بول. بصت لفيتور جلاندولا ثيرويدا، لفيتور جلاندولا ثيرويدا، وده عباره عن ريمننت اوف ذا ثايرو جلوسال داكت. ايه يا ثايرو جلوسال داكت؟ انظر لمحاضره سبيشال امبريولوجي في الديفلوبمنت، كيف تكونت الثيرويد جلاند. اكستنشن، امتداد كثيرويد. طبعا هي مش حته صغيره، لا ده عندنا امتداد. الايبكس بتاعها وصل حتى اوبليك لاين اوف ذا ثيرويد كارتريج. دي كده عباره عن ثيرويد كارتريج، اوبليك لاين اوف ذا ثيرويد كارتريج. البيز بتاعها نزل داون وورد حتى التراكير رينج رقم 5 أو 6، 5 أو 6. الاسمس نايم على تراكيل رينج رقم 2 و3 و4، احفظهم عشان ريليشن. تراكيل رينج رقم 2 و3 و4. طب ورا يا باشا نايم على ايه؟ نايم على العمود الفقري من ورا، من رقم كام لكام؟ C5 و C6 و C7 and T1، على الفقرات العنقية 5 و6 و7 والصدرية رقم 1. كبسولة في ذا ثيرويد جلاند، هنا لازم نقف. محاطة بنوعين من الكبسول، واحد داخلي حقيقي واحد خارجي كداب. الحقيقي ده عبارة عن فايبرس كبسول بيحيط بالجلاند، لكن تعالى بقى للكداب اوتر فولس كبسول، جاي فروم بري تراكية لاير اوف ذا ديب فاشا، جاي من الديب فاشا، جاي من الديب فاشا اوف ذا نيك، بري تراكية لاير اوف ذا ديب فاشا. هذا الكبسول اللي هو الكذاب ده بقى هيعمل لنا حركه، هيكشف لنا كل حاجه. بص بص عامل ايه بقى الحركه دي؟ راح جاي عامل جزء سكت بارت اسمه سسبنسري ليجامنت اوف بيري. بيري ده اسم العالم اكتشفها، وسسبنسري معناه معلق. قال ايه بقى بيري؟ قال ان هذا الليجامنت سسبنسري ليجامنت بيوصل ما بين الثيرويد لوب اند كريكويد كارتج. يبقى اذا دلوقتي الاوتر فولس لاير في حته تخنت، كونت حاجه اسمها سسبنسري ليجامنت اوف بيري. بيري ده اسم العالم اكتشفها. هذا السسبنسري ليجامنت اوف بيري قال هيوصل بين الثيرويد لوب اند كريكويد كارتج. زي ما اتعلمنا
طالما معلومة فيها عالم كانت مشكلة. دلوقتي انت عايز تشخص الثايرويد جلاند ازاي؟ انت جالك مريض وفي ورم موجود في العرق، انت عاوز تعرف الورم ده كده ثايرويد جلاند ولا حاجة تانية؟ قول له بمنتهى البساطة ابلع ريقك، ابلع ريقك. يعني شو؟ لو تحركت لفوق وتحت اثناء البلع تبقى دي ثايرويد جلاند. ليه هي بيه؟ حركة الثايرويد جلاند اباف اند داون، فوق وتحت، نتيجة اتصال الثايرويد جلاند بالكيريكويد كارتريج بليجامنت اسمه سسبنسوري ليجامنت اوف بيري. ليه يا باشا؟ ارجع لمحاضرة الفارنجز واسمع فيها الميكانيزم اوف ديجلوتيشن، ميكانيزم اوف سوالوينج. هيقول لك ان انت استعمل ايه في سوالوينج في السكند فيز؟ الفارنجز واللارنجز بيطلعهم ابورد وهم طالعين ابورد، الكيريكويد كارتريج ده احد غضاريف الحنجره، اثناء البلع الحنجره بتطلع لفوق فبتاخد معاها الثايرويد جلاند، بتاخد معاها ثايرويد جلاند. يبقى ليه الثايرويد جلاند تطلع اب اند داون؟ عشان خاطر ماسكه بليجامنت اسمه سسبنسري ليجامنت اوف بيري في كارتج اسمه كريكوت كارتج، احد غضاريف الايه؟ الحنجره، احد غضاريف الحنجره. ريليشنز اوف ذا ثايرويد جلاند، طبعا الريليشن مهمه جدا للناس الجراحين اللي هيشيلوا ثايرويد جلاند غدة الدرقية، لازم ابقى حافظ الريليشن زي اسمه صم. قبل ما ندخل على الريليشن نعرف الاول ايه السيرفيسز بتاعت الثايرويد جلاند. ده كده قطاع عرضي ليها انترولاترال سيرفيس، اهو يا بيه، اهو يا بيه انترولاترال سيرفيس، وليها ميديال سيرفيس من الداخل يا بيه، وليها بوستيرو سيرفيس من ورا. يبقى هي عامله زي كده اهي، زي ما انت شايف كده، ليها انترولاترال وبوستيرور وميديال، بينهم من بعضهم فيها ايه؟ فيها اسمص. الانترولاترال اللي انا حاطط عليه ده كده، ده الانترولاترال اهو يا بيه، اهو الانترولاترال عكسه من جوه اهي. تخيل ايديا اهي، بص بص ايديا اهي، ايه في المثلث؟ ايه في المثلث اهو، هتلاقي هنا كده اهو، ادي الانترولاترال وادي الميديال وادي الايه؟ البوستيرور. انترولاترال ريليشنز اوف ثايرويد لوب، خمسة اس، خمس حاجات بدأوا بحرف الاس. اول اس سكن سوبرفيشال فاشيا اند ديب فاشيا، بس اوعى تنسى ان سوبرفيشال فاشيا هنا كده في احد العضلات التجميليه اسمها بلاتيزما مصر. يبقى اول اس سكن سوبرفيشال فاشيا ديب فاشيا، والسوبرفيشال فاشيا فيها بلاتيزما مصر. تاني اس عضله سيرنوكليدو مصطويد، اس سوبير بيلي اوف ذا هومو هايويد، اس سيرنو ثايرويد، اس سيرنو هايويد. يبقى سيرنو هايويد، سيرنو ثايرويد، سوبير بيلي اوف هومو هايويد، سيرنو كليدو مصر. ادي الخمسه اس اللي هم موجودين على الانترولاترال، عشان خاطر حضرتك لما بتفتح وتشيل الثايرويد لازم توسع العضلات دي عشان تخش فين؟ في الثايرويد جلاند. ما انت اي نعم القطع بيكون بالعرض، بس العرض الاسكن لما بتخش جوه عند العضلات بتوسع العضلات كده، بتشد العضلات كده، اللي هم الاربع عضلات دول سيرنوكليدو مصطويد، سوبير بيلو فوما هايويد، سيرنو هايويد، سيرنو ثايرويد. دول ما بتقطعوش يا جماعه، انت بتقطع هنا بالعرض كده تلاقي العنق كده اهو ما بيقطعش العضلات، ده بيقطع السكن وبعد كده بيخش على العضلات، بيشد العضلات لاترال كده، بيشدهم لاترال كده، بيشد الاربع عضلات اليمين والشمال علشان خاطر يخش للثايرويد جلاند. شفت قيمه الريليشن؟ شفت قيمة الريليشن؟ لكن هو لو قطع كده بالعرض ييييييه ده مصيبة، ده احنا كده دخلنا في مصيبة. ماشي كده، وده قيمة معرفتك بالريليشن. دخلنا هنا بقى، خلي بالك، قال لك من الانتيرو ريليشن يا باشا في عضلة اسمها السيرنو ثايرويد مصل. العضلة ده جاي من السيرنم، ماسكة فين؟ في الاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتج، ماسكه فين؟ في الاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتج. لما يحصل اللارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند اللي هو المرض المشهور اسمه جويتر اهو، اللارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند، تتمدد الجلاند، تيجي تتمدد الجلاند تطلع فوق هتلاقي السيرنو هايويد السيرنو ثايرويد مصل، السيرنو ثايرويد مصل وقفتها فوق، حجزت عليها الايه؟ قافل عليها الطريق، اللي هي ماسكه في الاوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتج. يبقى السيرنو ثايرويد وقفتها من فوق، تقوم تتمدد فين؟ تتمدد لتحت، تنزل لتحت، تخش بقى القفص الصدري ورا السيرنم، تقوم تضغط على التركيه وعلى الجريت فيزل، تعمل عندك صعوبه في النفس. يبقى خلي بالك دلوقتي
ان الثيرويد جلاند الجويتر لما يتمدد وتدخل وتكبر ما تطلعش لفوق، تنزل لتحت. ليه ما تطلعش لفوق؟ لان السيرنو ثيرويد ماسل ماسكت في الاوبليك لاين اوف ذا ثيرويد كارتريج وبتمنع، ما ده تيروليشن ليها، ده لا تيروليشن ايه، تمنع تمدد الغده الى اعلى، تقوم الغده تروح في الحته تنزل على تحت ورا للسرنم، لذلك سماها ريترو سيرنال جويتر الانلارجمنت. ثيرويد جلاند ذا جلاند مي اكستند داون بيهايند ذا سيرنم، هتعمل كومبريشن على التراكيه اندرنيت فيزيك. طب ليه ما طلعتش لفوق؟ ما طلعتش لفوق عشان خاطر اتاشمنت اوف السيرنو ثيرويد ماسل في الاوبليك لاين اوف ذا ثيرويد كارتج، معلومه خطيره. يبقى تاني معلومة خطيرة دلوقتي مش مفيش، ده كلها معلومات مهمة، مفيش ولا كلمة مش مهمة في المحاضرة. ادي الاوبليك لاين اوف ذا ثيرويد كارتج. ميديال ريليشن، ثمان حاجات احفظ مع عم يوسف وبدون احراج. ثمان حاجات في الميديال ريليشن بالراحة. ثمان حاجات. اثنين تيوب امبوبتين تراكية اوزوفجاس. اثنين نيرفز. اكسرنا اللارينجال نيرف ريكارنت اللارينجال نيرف. اثنين كارتريج ثيرويد كارتريج كريكويد كارتريج. اثنين ماسلز عضلتين كريكو ثيرويد ماسل انفيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا ثانس. يبقى الميديا ريليشن ليها يا باشا اثنين تيوب انبوبتين تراكيه اوسوفجاس، اثنين نيرف ريكارنت اللارينجال نيرف اكسرنا اللارينجال نيرف، اتنين كارتريج ثيرويد كارتريج كريكويد كارتريج بتوعت اللارنجس، اتنين مصل كريكو ثيرويد احد عضلات اللارنجس انفيريور كونستريكتور مصل اوف ذا ثيرنجس. بوستيريور ريليشن، كفايه قوي قوي المعلومه دي. كبوستيريور ريليشن ليها بارا ثيرويد جلاندس، يبقى البارا ثيرويد جلاند ايه موجود على البوستيريور اوف ذا ثيرويد جلاند. اوعى تنسى المعلومه دي، ابوس ايدك. بارا ثيرويد جلاند موجود على البوستيريور سيرفيس اوف ذا ثيرويد جلاند. هنعرف اخر المحاضره ايه ليه بقول لك ابوس ايدك في الحته دي. انفيريور ثيرويد ارتري والاناستيموزس بين السوبيرو ثيرويد والانفيريور ثيرويد ارتري، ده كابوستيريور ريليشن. ما قلناش لا يمين ولا شمال، لكن ناحيه الشمال مشهوره منها ثوراسيك داكت. ناحيه الشمال ثوراسيك داكت، طالما لو قلت لا يمين ولا شمال معناها اليمين زي الشمال. ناحية الشمال ماشي وراها ثوراسيك ضغط. بوسترو لاترال بقى مش بوستير، بوسترو لاترال ليها كاروتيد شيس. شوف يا جماعه الغده بالريليشن بتاعتها اي خطا قاتل، اي خطا في العمليه قاتل. كاروتيد شيس ماشي فيها، ماشي ماشي في عم فان في اي ان الفي يعني فين؟ ترنال جاجولار فين اللي هي ارتري كومن كاروتيد ارتري النيرف فيجاس نيرف ده عمك فان جوه الكاروتشيس ورا الكاروتشيس سيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترنك. سيرفايكال بارت اوف سمباثيك ترنك دي ايه؟ بوسترو لاترال ريليشن. ريليشن اوف ذا اسمس ليها انتيرو ريليشن ولها بوستيرو ريليشن ولها سوبيرو ريليشن ولها انفيرو ريليشن. من ناحيه الانتيريور ليشن سكن سوبرفيشال فاشا، طب ما احنا لسه قايلين دلوقتي ان سوبرفيشال فاشا جوه عضله اسمها بلاتيزما مصل ثم الديب فاشا ثم الديب فاشا. هنا بقى عضلتين هم سيرنو هيود سيرنو ثيرويد، ما دول كان عاملين انترو لاترال للوب وقدام الاسمس. يبقى سيرنو هيود سيرنو ثيرويد، لذلك انت لما بتخش هنا كده تخش الجلاند لازم توسع للسيرنو هيرويد وللسيرنو ثيرويد. دي طبعا ده هيديان دي كده سيرنو كليدوماستويد ولا سوبر بيل من هيرويد، اه دي سيرنو كليدوماستويد ولا سوبر بيل من هيرويد. لازم توسع الاربع عضلات دول كده يا باشا علشان تخش الغده اهم، بتوسع اهم سيرنو هيرويد سيرنو ثيرويد سوبر بيل فوم هيرويد وديا كده عباره عن السيرنو كليدوماستويد مصر. يبقى انتيرو ريليشن مهمة جدا لان ده اللي هيخليك تخش فين؟ للجلاند من جوه. سكن سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا في السوبرفيشال فاشيا بلاتيزما في الديب في العضلتين بقى السيرنو هيرويد والسيرنو ثيرويد.
دول موجودين كانترولاترال وانتيريور ريليشن اوف زيسموس. ايه ورا الاسموس؟ امبوبتين. ورا الاسموس امبوبتين، ماشي. واحد تراكيه اللي نايمه على 2 و3 و4 تراكيه رينج، ورا التراكيه على طول الاسوفجاس، ورا التراكيه على طول الاسوفجاس. في السكن هنا مفيش مره كده وانت بتتفعل وبتزعق كده تلاقي في عرق نفر كده في العنق بتاعك؟ هذا الوريد اللي نفر ده كده اسمه انتيرو جاجولار فين، انتيرو جاجولار فين. يبقى اذا انتيرو ليشن بيها سكن سوبرفيشال فاشيا للفاشيا وسوبرفيشال فاشيا للبلاتيزما، ثم السيرنو هيود سيرنو سيرويد انتيرو جاجولار فين، وراها انبوبتين تراكيه. خلي بالك دولورا الاسموس، لكن عاملين مدي ريليشن لمين؟ للسيرويد لوب. ما هم عاملين مدي ريليشن لما قلنا التين تيوب، عاملين مدي ريليشن للتراكيه والاسوفجس. لكن بالنسبه للاسموس بوستيلو، لان هم نايم على كده ايه اهو، هم بالنسبه لي هنا كده مدي ريليشن للوب، لكن بوستيلو ريليشن بالنسبه للاسموس ده النورمال بوزيشن، وهذا القطاع قطاع عرضي ترانزفيرس سيكشن. التركية زي ما قلنا نايمه على 2 و3 و4 تركية الرنج في حته الايه؟ الاسمص، نايمه على 2 و3 و4 تركية الرنج. سوبير ريليشن، ما احنا لسه قايلين اهم حاجه الاهرامات بيراميدال لوب. على السوبير بيه اليمين والشمال ثيرويد ارتري، اليمين والشمال سوبير ثيرويد ارتري بيقابلوا بعض. على السيموزس بين اليمين والشمال سوبيريور ثيرويد ارتري، اهو على السيموزس بين اليمين والشمال سوبيريور ثيرويد ارتري اليمين بيقابل الشمال على الابر اوف ذا اسموس، تحت الاسموس فين وارتري. الفين انفيرو ثيرويد فين، والارتري اسمه ثيرويدا ايما ارتري، احد البلاد سبلاي اوف ذا ثايرويد جلاند زي ما نعرف دلوقتي. وكده خلصت الريليشن اوف ذا اسموس. تعال ناخد من كل ريليشن، كل ريليشن مهمه لكن دي بالذات لها اهميه خاصه، نيرفز ريليتد تو ذا جلاند. دي يا باشا لازم تقف لها محترم، دي ما ينفعش تتعدى. اول حاجه اكسترنال لارينجال نيرف. ايه هو الاكسترنال لارينجال نيرف؟ ده كان عباره عن سوبير لارينجال نيرف يا جماعه، ده برانش من الفيجاس. سوبير لارينجال نيرف ده برانش من الفيجاس، هتقسم الى تو ترنال برانش، اكسترنال لارينجال نيرف وده كده انترنال لارينجال نيرف. الانترنال بعيد عننا دلوقتي خلاص، لكن ما يعني اكسترنال. يبقى الاكسترنال لارينجال نيرف ده برانش من السوبير ثيرويد اللي هو جاي من الفيجاس، ماشي مع مين؟ مع السوبير ثيرويد ارتري. ماشي مع مين؟ مع السوبير ثيرويد ارتري. لذلك بقول لك ايه بقى اثناء العمليه بتربط السوبير ثيرويد ارتري، عشان تربط السوبير ثيرويد ارتري لازم تربطه at the upper pool of the gland. هنا كده عند الابر بول اوف ذا جلاند. ليه يا بيه؟ علشان تتجنب اصابه الاكسترنال لارينجال نيرف، عشان تتجنب اصابه الاكسترنال لارينجال نيرف بتربط السوبير ثيرويد ارتي. ابوس ايديك افتكر المعلومه دي، عند الابر بول اوف ذا ثيرويد جلاند. ليه ما ابوس ايديك؟ انت عندك المريض ده ماشي صوته ما شاء الله، ولا صوت عم يوسف في زمانه، طلع هورس لسوف ويس، ما بتكلمش. ليه يا باشا؟ ما انت ضربت له اكسترنال لارينجال. اكسترنال لارينجال ده بيدي عضله واحده بس، عضله الصوت كريكو ثيرويد مصل، عضلة الصوت اللي هي مسؤولة عن قوة الصوت كريكو ثيرويد مصل. كريكو ثيرويد مصل احنا قلنا أحد الميدا ريليشن. يبقى عضلة الاكسترنال لارينجال نيرف ما بديش غير عضلة واحدة بس اللي هي مسؤولة عن قوة الصوت كريكو ثيرويد مصل. لما أنت تعمل إنجري للنيرف معناها عملت شلل للكريكو ثيرويد، معناها المريض بتاعك إن الله وإن الله مش هتكلم، مش هتكلم. تمام كده؟ يبقى إذا الاكسترنال لارينجال نيرف بيه ده احد برانشات السوبير لارنج اللي جاي منها مع الفيجاس، نازل مع سوبيريور ثيرويد ارتري. علشان نتجنب اصابته اربط السوبيريور ثيرويد ارتري عند الابر بول اوف ذا جلاند. ليه يا بيه؟ لان انت لو عملت انجري لهذا النيرف هيحصل ثاني يوم على طول هورسينس اوف فويس. ثاني نيرف ريكرنت لارنج نيرف، راجع يعني جاي من تحت.
ماشي مع الانفيرو سيرود ارتري، يبقى اللي ماشي مع الانفيرو سيرود هو ريكارنت لارينجل. ريكارنت لارينجل هو ماشي بين الترقية وبين الاسوفجس، اللي هما كانوا ميديا ريليشن الجان بين الترقية وبين الاسوفجس، علشان تربط الراجع اللي راجع اربطه بعيد، اربطه بعيد اواي فروم ذا جلاند، اواي فروم ذا جلاند، بتربطه اواي فروم ذا جلاند. تمام. طب حصل انجري اللي كانت يا باشا كل عضلات اللارنكس، خد القانون ده معانا كوسف، كل عضلات اللارنكس سبلايد باي ريكارنت لارنجال نيرف اكسبت كريكوسيرويد هي اللي بتاخد من الاكسترنال انجينيرز. يعني معناها انت ضربت له كل عضلات اللارنكس، ده انت خلاص لغيته، ده انت موتته، انت ان له لا رجعه. عشان خاطر حته غلطه بس كده كنت حضرتك نايم ساعه المحاضره يا باشا. دي اهم نقطه فيك يا محاضره، لو كسرنا الانجن نيرف بنربطه عند الاب، كسرنا الانجن نيرف ماشي مع السوبير سيرد ارتري، بنربط السوبير سيرد ارتري عند الابر بول، ريكارنت الانجن نيرف ماشي مع الانفيرو سيرد ارتري، الانفيرو بنربطه اواي فروم ذا جلاند، اربطه هنا كده في الاول هنا كده اواي فروم ذا ايه فروم ذا جلاند. تمام. كسرنا الانجن نيرف بدي عضله اسمها كريكو سيرويد ماسل تعمل هورسنز اوف ذا فويس. اما بكارنت الانجنير بغذي كل عضلات اللارنكس ما عدا الكريكوسيرويد، ده بيغذي كل السنسيشن يا بيه بتاعت اللارنكس تحت الفوكال كورد، ده انت ضربت له الدنيا كلها، ده انت دمرته، انت دمرته. عشان خاطر حضرتك ما كنتش مركز في السلايد دي يعني. بلاد سبلاي اوف سيرويد جلاند بياخد احيانا من ثلاث شرايين، بياخد من ثلاث شرايين، سوبيريور سيرويد ارتري، سوبيريور سيرويد ارتري. هذا سوبيريور سيرويد ده برانش فروم اكسترنال كاروتيد ارتري. اسمع محاضره الاكسترنال كاروتيد ارتري وروح شوفها كده، هتلاقي بيطلع مجموعه برانشات اسمه اسلفه بالدولار، اسلفه بالدولار، حرف الاس اللي هي سوبيريور سيرويد ارتري. مش مجال شرح برانشات كسرنا كود دلوقتي، لكن هو طالع من ايه؟ من الكسرنال كاروتيد ارتري. هذا الارتري هينزل داون وورد اند ميديال، داون وورد اند ميديال تحت الانفرا هايويد مسل الى الايبكس اوف ذا سيرويد جلاند، نازل داون وورد اند ميديال اهو تحت الانفرا هايويد مسل الايبكس. لكن ده لغايه دلوقتي الكلام مش مهم، لكن المهم بقى مين ماشي معاه؟ دي اهم نقطه، مين ماشي معاه؟ اكسترنال لارنجال نيرف، اكسترنال لارنجال نيرف ماشي معاه. عند الايبكس كل واحد بياخد طريق، عند الابر بول، عند الايبكس بتاع السيرود لوب كل واحد بياخد طريق، لذلك بنقول لك بنربط السيرود ارتري عند الابر بول. يبقى اذا ماشي مع السبير سيرود اكسترنال لارنجال ايه؟ نيرف. ايه برانشاتك يا معالي نيرف؟ ايه برانشاتك يا معالي نيرف؟ قال انا هدي لك مجموعه برانشات اسمهم اسكت، اسكت اس اس كت اهو برانشاتي اسكت. طبيعي، ما انت لازم تسكت، ما انت ضربت لي السيجنال لارنجال نيرف هتكلم ازاي؟ انا لازم اسكت، افتكر دي معاديه، اسكت يا باشا. ما انت لما تضرب يا كسرنا الارنجال نيرف مش هيتكلم، يبقى هيسكت، يبقى برانشاته اسكت. لا طبعا احنا ما نسكتش يا جماعه، احنا ما نسكتش، احنا نعمل شغلنا صح. اسكت الاي انفرا هايويد ارتري، وده رايح غزي الانفرا هايويد مصل. الاس سوبيريور لارنجال ارتري ده رايح للارنجس، سوبيريور لارنجال ارتري، والبلاد سبلاي اوف ذا لارنجس كله هياخد من هنا سوبيريور لارنجال. هذا سوبيريور لارنجال ارتري بيخترق سيرو هايويد ممبرين مع الانترنال لارنجال ارتري، يبقى سوبيريور لارنجال ارتري اهو هيخترق سيرو هايويد ممبرين مع الانترنال لارنجال ارتري. اسكت. اس الثانيه سيرنو مصود مصر، سيرنو مصود مصر. طب والسي كريكو سيروي برانش راح لكريكو سيرد مصر. طب والتي تيرمينال، التيرمينال هتقسم بتو تيرمينال برانش، واحد ماشي انتيريور والثاني بوستيريور. الانتيريور بيها هيمشي فوق علشان يقابل الشمال، يقابل اليمين فوق الاسمص، وده هنا كده
الاناسيموزس مع الاوبز سايد ارجع للاسمس اليمين قبل الشمال مش منه ده فرع منه اللي هو الانتيرو جلاندولار. البوسيرو يا باشا هيقابل الانفيريور ورا سيروت جلاند ارجع للبوسيرو ليشن هتلاقي في اناسيموز بين السبيرو سيرويد وبين الانفيريور سيرويد اهو يا باشا البوسيرو هيعمل اناسيموز مع الانفيريور سيرويد ارتري. يبقى دلوقتي البرانشات بتاعت سبيرو سيرويد ارتري قلنا اسكت احد برانشات الاكسترنال كاروتيد نزل داون وورد اند ميديال ديب لينفرهايود ماسل ماشي معاك سيرنا لارينجال نيرف تمام هيوصل لغايه الابر بول خلاص عندك برانشات اسمها اسكت اي انفرهايود اس سوبر لارينجال ارتي اس سيرنا ماستويد السي كريكو سيرويد التي اترنال اللي هو الانتيريور اند بوستيريور. هذا السوبر سيرويد ملك السيرنا الكورد ارتي نزل داون وورد اند ميديال ديب للانفراهيود ماسل للايبكس ماشي معاك سيرنال لارينجال نيرف برانشاتو الاسكوت الاي الانفراهيود ارتري الاس السيرنوماستويد الاس سوبير لارينجال رايح للسيرو هايويد ممبرين تمام مع الانتر هيفترق سيرو هايويد ممبرين مع الانترنال لارينجال عشان نروح للارنجس السي اللي راح الكريكو سيرويد التيترنال بوستير وانتير البوستيرور هيعمل السيموز مع الفيو سايد ارتري الانتيرور هيعمل السيموز مع الاوبوزيت سايد انفيريور سايرويد ارتري انفيريور سايرويد ارتري جاي منين جاي من سايرو سيرفيكال ترانك سايرو سيرفيكال ترانك اللي هي جاي منين من الفيرست بارت اوف ذا سب كليفن ارتري يبقى الانفيريور سايرويد جاي من سايرو شوف الترانك اسمه ايه؟ اسمه سايرو سيرفيكال يعني سيرويد وسيرفيكال يبقى هو جاي من سايرو سيرفيكال ترانك اللي هي جاي من الفيرست بارت اوف ذا سب كليفيان ارتري ماشي على الميديال بوردر اوف سكالينيوس انتير ماسل ماشي على الميديال بوردر اوف سكالينيوس انتير ماسل مين ماشي معاه؟ ريكارنت لارينجال نيرف مين ماشي معاه؟ ريكارنت لارينجال نيرف هل انه ماشي لغايه كام؟ لغايه سي 6 لغايه سي 6 ثم يعمل ديفيشن ميديالي بيهايند كاروتيد شيز علشان يوصل للبوستيرور اوف ذا ثايرويد جلاند. تاني يا جماعه اهو هو برانش من الثايرو سيرفيكال ترانك اللي هي جايه من الفيرست بارت وذا سب كليفن ارتري ماشي على الميديال بوردر اوف سكالينيوس انتير مصر معاه ريكارنت لارينجال نيرف عند سي 6 عمل كيرف ميديالي ورا الكاروتيد شيس علشان يمشي بوستيريور تو ذا ثايرويد جلاند اهو برانش من الثايرو سيرفيكال ترانك بالفيرست بارت اوف سب كليفن ارتي طلع ابورد على الميديال بوردر في سكالينا سانتيرور ماشي عند الليف بتاع سي 6 كيرف ميديالي ورا الكاروتيد شيس علشان يمشي مع البوستيرور يمشي على البوستيرور سيرفيس اوف ذا ثايرويد لوب ماشي معاه ريكارنت لارينجال نيرف. ادي الانفيرو ثايرويد برانشاته بقى هدي ماسكولار برانش للانفراهيد مصر وادي اسندنج سيرفيكال ارتري للسباينال كورد تخيل الانفيرو ثايرويد هياخد السباينال كورد يبقى هدي اهو ماسكولار برانش ثم انفيرو سيرفيكال بس كده خلاص اما بدي سبع برانشات احفظ اثنين والخمسه دول ساك منهم انا هتحفظهم بطريقه سهله دلوقتي يبقى ادي لك الانفرا هيود السبير سيرود ادي السوبرا هيود ادي السوبرا هيود الانفيرو بدي الانفرا هيود ده كده خلاص ثم اسندنج سيرفيكال ارتري لسباينال كورد تمام لما تيجي سيرود جراند هتلاقي عامل علاقه مع مين؟ عامل علاقه على تراكيه والاسوفجاس واللارنجس والفارنجس اربع اورجن تراكيه اسوفجاس فارنجس لارنجس اهو فارنجال برانشز للفارنجس انفير لارنجال ارتي ما ده كان تسبير لارنجال تمام ده ماشي ده راح للارنجس تراكيال برانش اسوفجال برانش وجلاندولار برانش طبيعي جدا هو لازم يدي الجلاند يبقى ده اربع اورجان هم تراكيه والاسوفجاس والفارنجس واللارنجس والجلاند اللي هو صاروخ جلاند ادي خمسه هم ما لهمش مشاكل اما الثانيين ماسكولار الانفراهيود والاسندنج سيرفيكال لكن حال جلاندولار برانش فوق كده معاه بعد اذنك بدي ثايرويد جلاند اند بارا ثايرويد جلاندس
يبقى البارا ثايرويد جلاند بتاخد من الانفيريور وليس من السوبيريور. افتكرها دي، بارا ثايرويد جلاند بتاخد منين؟ من الانفيريور وليس من السوبيريور ثايرويد. ثايرويد جلاند بتاخد من ثلاث شرايين زي ما قلنا، سوبيريور ثايرويد ارتري، انفيريور ثايرويد ارتري، ثم ارتري جالها مباشره منين؟ من الارش اوف ذا اورطه، من الاساس اسمه ثايرويد ايما ارتري، احد برانشات الارش اوف ذا اورطه، ثايرويد ايما ارتري. يبقى راح لها ثلاث شرايين وهيرجع منها ثلاثه فينز. ركز كده معايا. فينا سترينش رجع ثلاثه فين؟ سوبيرو ثايرويد فين. بس الفين هنا كده بقى اهو ميدل ثايرويد فين. سوبيرو ثايرويد ميدل ثايرويد فين؟ الاثنين دول رايحين فين؟ انترنال جاجلر فين. يبقى سوبيرو ثايرويد فين ميدل ثايرويد فين؟ رايحين الانترنال جاجلر فين. انفيرو ثايرويد فين؟ راح للبريكوسيفاليك فين. خلص كده. يبقى ثلاثه ثايرويد فين، سوبيرو وميدل رايحين الانترنال جاجلر، الانفيرور راح للبريكيو سيفاليك فين، راح للبريكيو سيفاليك فين. اخر سلايد بقى، باراثايرويد جلاندس عددهم اربعه، اثنين يمين واثنين شمال. كلام جميل جدا. موجودين فين؟ في البوستيريور سيرفيس اوف ذا ثايرويد جلاند. اوعى تنسى الحته دي، بوستيريور سيرفيس اوف ذا ثايرويد جلاند. بياخدوا بلاد سبلاي من الانفيريور ثايرويد فيزل، ده مش قضيه. امال ايه فايده الباراثايرويد جلاند؟ بتطلع باراثايرويد هرمونز اللي هو مسؤول عن تظبيط الكالسيوم في الجسم. يا مين تظبيط الكالسيوم في الجسم؟ باراثايرويد معناه ما فيش كالسيوم، معناه هشاشه في العظام. اذا دلوقتي لازم وانت بتشيل الثايرويد جلاند لازم تبقى عينك مفتحه قد كده، حذاري تقرب للباراثايرويد جلاند. افضل حل تعمل ايه؟ سب توتال ثايرويدكتومي. ما تعملش كومبليت، ما تشيلش الثايرويد جلاند بالكامل، سيب جزء في البوستير، سيب جزء من الايه؟ بالبوستير، علشان تتاكد وتضمن ان انت سبت الباراثايرويد جلاند، علشان خاطر ما يحصلكش ثاني يوم هشاشه في العظام. يا باشا يبقى بنعمل سب توتال او بارشال جزئي ثايرويدكتومي، ده بتعمل تو افويد انجري اوف ذا باراثايرويد جلاندز، عشان تتجنب ان انت تصيب الباراثايرويد جلاند. طب حظك طلع وحش والدنيا ما كانش مظبوطه معاك وشلت الباراثايرويد جلاند وانت بتدور كده لقيت الباراثايرويد جلاند، ترميها في الزباله؟ لا لا ما ارميهاش، المريض لسه نايم. تعمل ايه يا باشا؟ تزرع الباراثايرويد جلاند. نزرع الباراثايرويد جلاند، نزرعها فين يا بيه؟ في السبكوتينيوس تيشو في الفور ارم هنا كده اهو، او تحت السكن في منطقه الفور ارم هنا كده اهو، بنزرعها تاني هنا كده، بنروح فاتحين الجلد هنا كده وزرعينها هنا كده. سبحان الله، بتاخد دم هي وبتعيش. يبقى انت لو شلت الباراثايرويد جلاند مع حالات الثايرويدكتومي بتعمل لها ري امبلانتيشن، اعاده زرع مره اخرى في السبكوتينيوس تيشو او الماسل بيد اوف ذا فور ارم او في النك. يبقى اذا ما بترميهاش يا بيه، انت بتعيد زراعتها مره اخرى، يا اما في السكن او فين؟ في السبكوتينيوس تيشو في الفور ارم او فين؟ في النك. بتعمل لحاجه ليها ري امبلانتيشن، اعاده زرع للبارا ثايرويد جلاندز. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.